نظريا احنا عندنا كمان مشكله في النظام الراسمالي. نظريا بمعنى كلمه ان النظام الراسمالي نفسه لما جه بيتكلم عن فكره ان لوحده السوق بيعمل توازن والعرض والطلب، وان الناس كلها فجاه هتلاقي ان لما يبقى فيه منافسه المنافسه دي هتخلق جو من ان الحاجات تبقى الانتاج بتاعها احسن والنوعيه بتاعتها احسن واسعارها تبقى ارخص. ده كله في صلب النظريه بتاعت الراسماليه. يعني التفاصيل دي بتاعت صلب النظريه الراسماليه، وكل الكلام ده ما بيتحققش وما بيحصلش. فكره ان الانظمه لوحدها بتمنع الاحتكار وان التنافسيه دي هتبقى هي دايما اللي هتبقى بتحافظ على مصالح المستهلك ومصالح الناس وما بيحصلش. طيب فاحنا عندنا مشكله في ده. عندنا مشكله ثانيه كمان ان النظام الراسمالي النظام ازمته بتتجدد، يعني على طول بيقع في ازمات، على طول بيقع دايما في ان هو من ازمه راسماليه لازمه راسماليه ثانيه، وكل مره بيطلع من الازمه دي بشكل مختلف، سواء كانت حروب، سواء كانت ان هو يقرر انه هيغير شويه، يتخلى شويه على فكره الاسواق المفتوحه بشكل حقيقي او لا. طيب وبالتالي لا، عندنا مشكله في النظام الراسمالي نفسه في صلبه. فكره بقى الدول المتقدمه اذا كانت هي عندها مناخ احسن من الديمقراطيه ولا لا. بالمقارنه بينا اكيد في مناخ الديمقراطيه احسن، اكيد فرصه الناس انها تتكلم في حاجات تانية احسن، افكار تقدميه ممكن تكون اكتر، بس هل ده فعلا قضى على الاضطهاد او قضى على ان فعلا الناس واخده حقوقها وان الناس عندها القدره على المشاركه الحقيقيه في المجتمع وان العمال هناك عايشين حياه سعيده وقادرين ان هم ينتجوا بشكل كويس وان هم ما بيعانوش؟ مثلا عمال الفحم لحد المناجم لحد دلوقتي بيعانوا في كل دول العالم من الحاجات الصحيه الازمات اللي بتحصل فيها لحد دلوقتي. امريكا بتعاني اكبر نسب تحرش في العمل في الستات، بمعنى يعني او اخر ان كل الكلام اللي بيقولوه عن تحرر المراه، عن ان العمال واخدين حقوقهم في الدول الديمقراطيه اللي هناك مش حقيقي. ممكن يكون بشكل افضل نسبيا مننا، مش يعني بس احنا مثلا ممكن برضو مش لازم نقارن نفسنا مثلا بافغانستان مثلا في حقوق المراه مثلا، بس في الاول وفي الاخر كله مضطهد. في الاول وفي الاخر النظام ده لا